السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض أطباق سهلة جدا وبسيطة من تقطيع وتزيين الخضروات بأبسط وأسهل الطرق. نشوف الخطوات مع بعض. هجيب عندي خيارة ويكون حجمها كبير بالشكل ده، هشيل الجزء ده كده وأقطعها من تحت من هنا كده. بعد كده بقى هاجي كده بورب، هشيل الجزء ده، اجي بقى هنا من كده بالراحة جدا، اقطع كده من غير ما اوصل للحروف بالراحة جدا، واجي هنا كده واقطع خالص، تبقى معايا كده بالشكل ده. هجيب عندي كده طماطمايه واقطعها على اربعه كده، بعد كده بقى هاخد الربع ده هقطعه عندي على تلاته، هجيب بقى كده الخياره افتحها واخد بقى كده جزء من الطماطم احطها هنا كده، تبقى معايا بالشكل ده. هجيب خيارة هاخد كده جزء منها صغير بالشكل ده، بعد كده بقى اجي كده على الحرف كده واعمل له كده سبعة واشيل، تبقى معايا بالشكل ده كده. هحطها كده بقى في الطبق اللي انا هقدم فيه في نص الطبق. بعد كده بقى اجيب الخيار وهرصه هنا كده، بعد كده هجيب عندي عود من الكزبرة الخضراء أو البقدونس، أخد كده عندي بس الورق بالشكل ده أحطه هنا كده، بجيب خيارة وبجيب عندي جزرة، هشيل كده الجزء ده، بعد كده بقى هجيب المقوار اللي انا بقور بيه الكوسة، هفضي كده القلب بتاع الخيارة بالراحة جدا، بعد لما بفرغ القلب بالشكل ده كده هجيب بقى الجزرة واسويها على قدها، هشيل بقى الجزء اللي هو السميك هنا ده كده، اظبطه كده بقى بالسكينة اخليها كلها سوا بعضها، ادخلها بقى كده بالراحة اجرب. بعد ما بدخلها بالشكل ده كده هجيب بقى عندي القطاعة واقطعها كده، هتبقى معايا بالشكل ده كده. هنعمل مع بعض شكل الوردة، بجيب كده الطماطماية، باجي هنا كده من تحت واقطع بقى كده وامشي معاها بالراحة، باجي هنا كده من تحت والفها بقى كده بالراحة امشي معاها،
بعد لما بلفها معايا كده بالشكل ده، هجيب بقى الطبق اللي انا هقدمها فيه، احطها هنا كده، واجيب عود عندي من الكزبرة الخضراء احطها هنا كده بالشكل ده بالراحة، وعود تاني برضو احطه هنا كده، تبقى معايا بالشكل ده. ده بيكون شكل الاطباق بتاعتي بعد لما بتخلص معايا كده بالشكل ده. ان شاء الله تجربيها بكل سهولة بكل بساطة.